مركز قرة الأعين للتدريب والاستشارات والكوتشين بإقليم إفرام تأسس لتلبية حاجة الملحة في هذه المنطقة. الفريق التدريبي المكون من مدربين احترافيين ومستشارين ومرافقين وخبراء تربويين هم اجتمعوا في سياق واحد لتلبية حاجيات المجتمع على مستوى الفردي أولا، ثم على المستوى الأسري، ثم على المستوى الدراسي أو ما نسميه في مركزنا بكوتشين الحياة الدراسية. تدريب المدربين وهو تخريج مدربين أكفاء لكي يكونوا مؤهلين لإدارة دورات تدريبية وتخريج مدربين لهم القدرات والخبرات الكافية في هذا الميدان. النوع الثاني لهذه الدورات دورات تطوير الذات، وهي دورات قد رصدت أساساً للرقي بالذات في مستويات متنوعة، على مستوى الفكري، على مستوى النفسي، وكذلك على المستوى السلوكي. أما النوع الثالث وهو دورات موجهة للآباء والأمهات وللمربين وكل من يهتم بالتربية، وهي متعلقة بدورات رخصة التربية الوالدية. مرحبا بكم في مركز قرة الأعين والفيدرالية العربية الأفريقية للكوتشين والتدريب. نرحب بكم في برامجنا المتميزة، ألا وهي برنامج تدريب المدربين وكذلك برنامج الكوتشين. فهذه البرامج تترك آثار إيجابية لدى المشاركين والمشاركات، وبالأحرى لدى المتدربين والمتدربات. فهذه الدورات، أي دورة تدريب المدربين TOT ودورات الكوتشين، فالدورات لها وقع صراحة على زيادة الخبرة في مجال التدريب والتعلم والاطلاع على أفضل ممارسات، وهذه ممارسات عالمية وخبرات دولية في مجال البرامج التدريبية ومجال الكوتشين، مما يؤدي هذا إلى زيادة الإرث سواء المعرفي أو المهاراتي للمتدرب أو للكوتش، وهذا يجعله يستفيد بشكل أكبر والوصول إلى مستويات ترتقي إلى مستوى الخبرة والتجربة مع مركز قرة الأعين والفيدرالية العربية الأفريقية للتدريب والكوتشين. فالتجربة معنا خير برهان، وشكرا لكم.